إنني أسافر في كل أسبوع تقريبا مسافة 350 كيلومتر، ويكون وقت السفر عند الظهيرة، ولا تقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة. فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر وصلاة الظهر جمع تقديم في البيت قبل مغادرتي؟ أفيدوني في ذلك، مشكورين. إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر، فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تماما من غير قصر. وأما صلاة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر، فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر تصليها. أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر والسير ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف، إذا كان الأمر ما ذكرت فلا مانع من الجمع في هذه الحالة، لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع، ولكن مع الإتمام. إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك وتريد السفر بعدها، فإنك تصلي الظهر والعصر تماما 4 ركعات، كل واحدة 4 ركعات، ولا بأس بالجمع، لأن الجمع يباح في مثل هذه الحالة. أما القصر فإنه لم يبدأ وقته، لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك. نعم، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم.